الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى أيام هذه سكالة فرصدني النسية وحقفك مسلم كآه وتمنيه أما وحقفك مسلم كآه وجعلاظه وحقوين وحايتهي إلهي نرى لك النغض سبحانه وتعالى. بعد الرضا الله جل وعلا جنذها الدين لقالوا قف بميل بوك قليا رسولك ينوشك صلوات الله والسلام عليه بحديث صحيح وحورنا يي جنذوا ومئة درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء أو نجوم السماء والأرض، وبقول درجو لبد درجو أكستان وحي يسجران سيدة حدقها عركة يانا غينو يسجر مركة بقول ويان بقول انت أمد والبقى كالو جيرك ور مركة ودرجات وحقوفك مركة وتمنيو دوب جنة قال يا وحا وقوين وحا يتهي إن نغض بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاسو قفك أونا كوكس بنكرين حوله أونا كوكس بنكرين حالت كله أونا كوكس بنكرين شيء كله إلا موافقة من الله جل وعلا، توفيق من الله إلهي إن وافجي أم بوقفك وافق كره. جوار النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي قدري صلى الله نقضى جنذنا وشي قالع أسبابها كينا يا محاكم بيد أمرك إن شيء والبا ودرجوه الله شيء عمل كذي أدونك الله إنه أقول شيء سقفك أصى ما يستو. لذلك الله نوحي له سبحانه وتعالى فليتنافس المتنافسون، رب الله يهي جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. إن لو برتمه لو نقتمه لو كلهر مره أي إلهي إن أمر يا سبحانه وتعالى قف همك سمرك وإن كجر تاسي إن كجاري كريا إن أندرس لن نقضى صلوات الله السلام عليه نبي صلوات الله السلام عليه وحسهل النما حيا لي أهل الجنة هدي جنة قلان وأي نعمة يستان وأي تمنيان، لأن إلهي بأي نوشيك سبحانه وتعالى وح الله لوحي دون أيام بإلهي سينيا. ثم بعد ذلك يا رب كل إيه سبحانه وتعالى محد دون إيسان وحيابها أي شيئان أيام بأوحا كمدة إله جنة ذي بندقليسي وعذابك أجيب بندقكوريسي أوصيدن 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 وحكلين تمنين أنه محيه ربيو مركاسا ربي وحكوير هذا سبحانه وتعالى الرالي وان إذن كان نغضي ولي دنبان إذن عرون مايو وهي فرحيان مرك فرحات أين ولي قد بفرحين به حي لإلهي وقرآن كيرنا وشيك ورضوان من الله أكبر رالله هنشي إلهي حقي هذي بكوين جنة ذي وحق ذي هذا سكستو قفك أقول نعميستو أو جنة ذو قل نعميستو هدي عذاب وكتن بأي نعمة ما هتاسي لكن جنة هدي الله قالوا ودرجات وهل لقو كالتقيا سوما لذو نهري وما ماذا وحي يرهدين وذا جوق أدون نشيدات باديد كي آخرا عمل باديده
إن ملا وذا جوجو ضد كوا ذا النول هذان ولا جعلية أهلية قرابية ولا لي آبية هوي يو لكن أدون كينا شداد بديدة هول بديد ولا كلا تجيا آخرنا عمل بديدين ملا وذا جوجو إذا ما بالك مركم حاضو ملاين إيسا إن القريب أنق وتيد وتقول واتيد رسولك صلوات الله السلام عليه. حديث باجري في مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند أبي داود الطيالسي كسوغن إمام مسلم في صحيحه أي كورن يا حديث إمام عبد الرزاق في مصنفه أي كسو ساريي وهل قورن يا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربيعة بن كعب الأسلمي وصحابي جليلة وحكم ده الرقي أخذ من جري النبي صلوات الله السلام عليه. روايتك لأنس بن مالك أورينا في معجم الطبراني مسند الشاميين وكورينا يا إمام الطبراني أي أوح أورينا يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كعب ربيعة بن كعب الأسلمي نبي قوح أخذ من صلوات الله السلام عليه سديت سنة سوى أكه الله يا ربيعة أورينا يا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبن هبن ذا كم إذا النبي قال السعدي وحانا نؤها قا جنجري ويسدى هبن كم ركو صوكو عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل ويسدي سيئيو عضيقي سيئيو ويحي اللمدة أخذ ميني يا النبي صلوات الله والسلام عليه هدو أخذ ميني يا مركا أبين كدن بقى النبي وحكوير عليه الصلاة والسلام سل ما شئت وحدون تيوي ديسو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقامك هي فرصة ياهل كريه لكن وحو تمنيه وحقف مسلم وتمنيه وحو قوي ناكسنا وحو دمعي أوي ديستي رسولك عليه وفرصة ورادينيه فرصتي وقال سنيد بصومر تمرك ويديسا لقو يروح الضنط. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوحي أرني وحنكو إلى الرسول كي الله مدير إسي سيد بعض الروايات أي تلمامين يعني وحدونا يأينو سوف فكر وإذا لسيي مددي دي لسيي نبي عليه الصلاة والسلام أي كسو الله بتي وحورني رسولك الله أسألك مرافقتك في الجنة إن الجنة كوغلا صاحبه يندونيا نبي عليه الصلاة والسلام بويديه محاد عيه وحكو جوابي رسولك الله الدنيا ذن فرصة با إله إيسي أن سحابي انتهى النقضة كو خدمي كوغلا نولاده لكن آخرها ديلة تقفل بعمل كيسي با درجة قينية أذكنا مقام الأنبياء بتجيسا، أنا أقول هذا من قلبه ما لها كلا تجيه، مرجوح عن جعل يستئن أن مرافقة رفيق إنك وقول النقض الجنة ذي، وأنا عنوانك كلمة دين وآه سيد أقول نقطة رفيق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه زمن كان جبنا، إمساك سورة جريدة النبي عليه الصلاة والسلام، كن أفر بقول يا شني الله باتن سنة محيرة طبعا سنة مدينة وجوه شني صدم بين كشرنا طبعا كسنة مدينة وجوه كجشر وأكون يا أفر بقول يا شني الله باتن سنة كسورة نصيب أمينا نهلنا أن كل كلنا صلوات الله السلام عليه أن كلنا ولا أنه أنه مع ذلك أمة ديسيئة لكن سين وقصور تجيل كرتها إن أن نقلنا رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أدو إذا وزائل ويتجسه قفكي باكار دمانايا أما أذاكار دمانايا هذا دمانينا هول أدون بإذن كالجينيس لكن كيف تكون سيد النقون كرتا رفيق مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد شيء آد إياد قالوا قفك مسلم كان وحو تمني يويا ربيع سيام حار عيبا لقوي روحي أورانا يا رسولك الله الدنيا دنوان هلين نصيبك إنا نقولان ولا الدنيا دي لكن عملك هذا أدنى مقام الأنبياء كو جينية أنا قلنا مقام كلا أنت جيّة دائما جنة ذي قالوا مركز إذا درت هذا
وحن جعليستي إن رفيق كوكولا نقضو جندا نبي ويدي عليه الصلاة والسلام وحورني أو غير ذلك وحن انت أهين مياد ربطاه أدون مدوني حيال أدون انتي اللي قدوني لها واهستا وأهين النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ميني صحابية أو غير ذلك وحن انت أهين ربيعة مياد ويدي سنيسا وحورني ميا هو ذاك رسولك الله وحنك ويدي سنيا وابا انت وحكى لك مرة تم أول ذكر إيسا إن إلهي يبارك نبي عليه الصلاة والسلام وحورنا يي فأعني على نفسك بكثرة السجود وإن يليا وأن نقون إيسا لكن شرطي ما ماشي كحرة مدون إيسا إن النقوتين درس كالنبي عليه الصلاة والسلام درس ما هي رفيق النبي عليه الصلاة والسلام رفيقه وصاحبك هوسي ولب ما صاحب عادية رفقه وحالة يراه ذا أما الرفيق اللي يراه ذا وقفك خليلك وكلا صاحب النبي إنه عاد وحال ديرت مدون إيسا مركا إنا نغوتيد رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها أرنت إلهي نوان كوبري لكن أدونا صواب كلي الله إمو أسبابها اللقو قارة كمدة صواب كمدة أسبابها اللقو قارة الله إمو حيا لي جنود عمل بأبهنت صواب بأبهنت هاللقو قارة إلهي نقرأه كي نغو الشيخ سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هي محل يري بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية واحد سميني سين واحد صهر مرستين مالمه تجي الدون كاها عمل بأبه أنت يضو فضل إلهي أيتهي سبحانه وتعالى إلهي أوذ سبحانه وتعالى وليس على الله بعزيز وحاجز قلن كران إلهي ماله لكن هدنا صواب بأبه أنت حير إلهي صواب تاسو أسمي النبي عليه الصلاة والسلام صوبت كحر بأمرك وحي نقطة الرفيق نمذيس في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود نفت هذا ما إيقو قرقاري كرتا سجود بدن سجود دي بدي سيد إمام النووي رحمة الله تعالى عليه هي في صحيح مسلم مركو حديث كشرح يوحي أراني كثرة السجود معناه هذا وحي تهي سجود سيدة ذبا وشي قالئة وشيء أدوني ماذا قفك تلمامي حبنتي أغو كرامة بدني ذي أغو سرريسي جيركيس أيو نولك نغايا إذلال الله جل وعلا سيقو إله يسوذ اللينا يا سبحانه وتعالى وليو ماشي الإهاني سنة لقتة لنغايا كباها لنغايا أيو نغايا سيقو أقري إلهينا سبحانه وتعالى علو سبحان ربي العظيم لما أنه مركز سجود سيئ هو سبحان ربي الأعلى إلهي بعد علو أقري سائي سرين أذيقنا ماذا حقي بعد نولك النكت الدون نمات غير نيسا صادرت ذو نبي حكير صلوات الله السلام علي أعني على نفسك بكثرة السجود نفت هذا إيقو كالمي سجود ربضا إيقو كالمي نفت هذا سجودة رضا بضن باوحي كينيسا إن إلهي اللورد وهذا سبحانه وتعالى ووحاو دليل حديث قال في مسند الإمام أحمد ومسند أبي داود الطيالسي وصحيح مسلم وعبد الرزاق مصنف كيسو كورنا يا ابن ماجه سنن كيسو كسو سارة يا ابن خزيمة وابن حبان صحيح وذا محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة أي كورنا يا أي وحورنا يي إمام مسلم بأسكال حديثك نلا يرى هذا طلح معدان بن طلحة اليعمري وتابعي جليلة معدان بن طلحة اليعمري يوح يروحان ويمد ثوبان ومولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق النبي أخذ من جريويا ثوبان بانو يمد مركز سنوحان كو يريب ويري وحكم بدها ثوبان رق الشام صحابة ها اتقي يقول لك الشام فرتي واقع عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هدان ثوبان وإميد بان واحان كوئري دلني على عمل وحاد اتستا عمل هدي آن سامييو ينفعني الله به ويدخلني الله به الجنة عمل هدي آن سامييو إلهي قو أنفعه سببتي سنة إلهي جنة دي قو كليه
وابا انتابا قفك عاقلك اه وقفك الرادي اسبابه وجندك قليل له اسبابه جند اللقو قلانا وإله الرالي قلنتي سبحانه وتعالى لكن هو حلقا يابا عمل يرد سميسي إنو إله الرالي كاقر نقض ماشا هدي آنا نهيلين قفكها وددك التسا أي كوكو قاد الله هيد ميل دير إنا تصومرت وحكوكو دليل حديث جويريا النبي عليه الصلاة والسلام با صباح أركي يضعو ميل فرنسو أذكار أخري سنيس برقضي بوكسو اللابتي مركب سيري أولي ما ذن كزولين ماشي مياه ها لقد قلت بعدك أربع كلمات كذا شاوحان إري أفر إري كبا حيوك بذنب وحساكو دنت الدليس وين أضهش الضريقة وحكوكو حقا ولذلك صحابة وحي أهايانك وأكل هرمرة في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغير ذلك حديث كسو أروري باجرور دير حديث صحيحة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي العالم الجليل أيوحي أرني رسولك عليه الصلاة والسلام بأن آد وحن أرادي فرصة إن أنكهله شيب قلبي سقبي ودون يأين النبي قويدي عليه الصلاة والسلام كربك لي ما لنتي تبوك مركي إلا آدي تبوك نوحي هيد ميل آد وفوق نور بقول أو كيلومتر أجرت مقالة المدينة إلا تضوء بقول يكبضن أو كيلومتر وقت كلول نوي أحيد أبار يقول لك صحراء وأتقاند فرصة يربع واحد كهل للنبي وكلي صلوات الله وسلامه عليه مركب وكفى إذا استي فرصة سوى أرني رسول كانوا من صلوات الله وسلامه عليه مركز واحد كويري رسولك الله واحد إبرتا عمل يدخلني الله به الجنة عمل إلهي سببتي سجنة يقول قليب ويباعدني عن النار نارتنا إلهي يقفقه نعم قفك مهمتي سواء انت ويا ضنت اين لنا وين اين جننا قلنا نارنا كفقنا ادبي وبذين احاديث النوع عصوك لا صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم اي لمدا وهرن يا نبي النبي ويمد عليه الصلاه والسلام مرغز و كيري وان اسكر اعرابي لكن حكيم هو عاقل وهي الرسول قال له أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة واجباتك إلى إفرين هدان الله إماده حرمتين أنكفه قاده حلاشين قوته حرامنا أنا نعنم به جنة إلهي بقليه قال نعم هو قليسه في صحيح مسلم بل في صحيحين حديث أبي ذر باللمدأ نكي النبي يمد عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس نسمع ذوي سوته ولا نفقه ما يقول الكاسو كي يمد يسوق النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سير لفر يقيلن ايه ورمحمد ميكو هيا وعرابي وي وحصوص عذبة النبي ويدي عليه الصلاة والسلام سؤاله أركانتي إسلام كو ويدي ويرنين اتصدر تيبا نوي مد رمي هدانو نهي انت اي انت اي انت سو نوشاغ هاوا رمبال غير ان عاقل هاي وحكوه مريا دار نبيغو دارينيا الله عيرك ابوري دولكان ابوري بورهان ابوري بان كوغو دارينيا من رمبا ارينتا ها ان الهي كصدر ها نينك اتصدرت انت سو نوشاغ يدونا من رمبا ها والله لا ازيد على هذا ولا انقص الهي بان كو دارانيا انت وان كنت جنانا يا كان زياد ما كان نسقى من ماي النبي عليه الصلاه والسلام بعض الروايات بوحي تلمامه ين لها قف دون انه ارك قف من اهل الجنه فلينظر هذا هاغا نكا معنه هو صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اعدادك عقل ذا اهي كدنبي وما دنبه وحي اد الراديان او مهم سن وحويان سيدي جنده الهي كو قال لها أسباب تهدي إني الراضية ولذلك أي معدان بن طلحة اليعمري وأيم الثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوكو أرن يا إيغورا عمل ينفعني الله به ويدخلني الله به الجنة إلهي يقو أنفعه سببتي سنة عن جنة إلهي يقو قاله
عمل إلهينا إيوه أنفعيه سببتي سن عن جنة إلهي كوغاليه مرقاس ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حقابك آمسنا هدو مديرة آمسنا وفكري أيوه حكير عليك بكثرة السجود وحلقا الربا سجود ربضا تاسا وحي السبب النقون إيسا جنة إلهينا أدقش حي لي سجود معنه هو صلاة صلاتنا إلهي القرآن كإن بذنب نوغا ورمي سبحانه وتعالى إن بذنب لقسوع العلي لنعوال بالله إن نوغا كياني سجودنا وشي توقفك ولي ماذا أبت صدو أنفعي النور نقول نقنيس والصلاة نور حديث الرسول كيكسوك نيت صلوات الله السلام عليه صحيحها صلاة هو النور وي. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور قفنا إلهي نور ويالنا النور بما بلهب ولذلك أهل العلم قمر كي كهليان وحير هذان قفك صلاة كتغة مصائب كلها قفك لي ماذنا وناقي ذا إلهي سبحانه وتعالى مرء بوتسا أوامحي الله وحير سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الهي والمنكر قفك سكستو لغايا بإن وحكرنا عن بن آدم ويان سلاديس هديو أي تهي ميذ وقتك هذه إلالين أيو أركان تهذه إلالين أيو سلادي النبي تكني عليه الصلاة والسلام مرؤن بيك الريبي سحمانت مرئها طبع هدوقفك تارك الصلاة يا هينا تارك الصلاة دي الآن تهكو قابسا مايو لكن وسيفو غانيا مصائبك يا بلاي ذا أي وضطا وحكم إذا تارك الصلاة لماذا إنو شهوات كل عقفك او سيفو غاده وليبا حراني بختي وحصلن انو سيعن ومحا الدليل ربي قولك ساو دليل سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف محال يري اضاع الصلاه محال يري اوكله واتبع الشهوات شهوات كين الرعي ام هنقط شهوات البطون على وشيئه ان يسكعون حرمتي حب اين نو ابيلين أما هالنقطة شهوات الفروج فرجي حبنتي ترنك وأنا إذا أنا كنترول نيمبا وحي أهاتبا اللي وحي يري واتبع الشهوات ومن وحي كمت هاي عقوباتك تارك الصلاتك إلهي وكو عقابي سبحانه وتعالى نعم صلاة والنور ويسيد النبي نوشيك صلوات الله وسلام عليه لكن وحا مهم صلاة دادو سيئي النور كوغن نقطو كوغن نقطو من أسباب قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة إن مركه ربا أي صلاة دادو تهي موافق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تكول وشد هذا إلى لسيد صلاة دادو وإلا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروف ويان حذيفة بن اليمان يوح أركي كما في صحيح البخاري إلا سدح ميرود بكوكانا نين يسوق تكنيه لكن سلادي سوينا هجاك سنين مركز وحي أرني حتى تنقل من الله سلادا وحد كل من الله من لا أنا نهين من الذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دين النبي قبل أنا نهين بقى ياد كل من الله ومحاد عي حديث النبي قالت المامة صلى الله وسلم عليه حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم أصحاب السنة النواوريان يا مسندك إمام البخاري في خلق أفعال العباد أي كسو ساري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه يا وحي أرني رسولك عليه الصلاة والسلام أيان مغلي سقو أرني قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة أني أدون كي قابا قيف صنيبا إلهينا إن بولي هادنا إن بالله آخر كأدن بي إهدين الصراط المستقيم يوحي كأدن بي هذا إسكاله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل حديث مسيء الصلاة أي الله مده إسنا صحيحة مسلم يغير كيسان أي ورينيان أبو هريرة يوحي ورني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه النبي قال لجقنا عليه الصلاة والسلام نبا صوق عليه واتكذي النبي قوي مدوا سلامي سلامتي بألقى الردي النبي قوي حكوير يصلي فإنك لم تصلي حي لي حريركي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وكلقعيه وإن صلاة ذات النقطة موافق لصلاة رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي حديث جابر بن عبد الله
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعكير معدان بن طلحة عبار هدو فكروا آمسنا عليك بكثرة السجود سجود بدن يا كركا غا دونيسيت إن أدقارتي جندة وحكو قليا نارتنا كافوغية وحال دون يا سجود إن أتبطسطو وحيري هذا الكي يغيري كأنما إنا يرايستي أوكله فصولق جيي أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي ويدي سيدي أوكل ويدي ما دام أي أهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم كنا واحد أها جوابت واحد وي سؤاشة لو ويدي لبدأ سحابي إيا جوابتي كغا جوابين هل نبغى وذا ويدي إيا جوابتي أي كغا جوابين ميت كليا وذا النقط حيا لمعلم كوذا ميت كليا وهم كوي ربي رئيشك عمل يدخلني الله به الجنة ينفعني الله به ويدخلني الله به الجنة وحيقوي رئيسكنا عليك بكثرة السجود سجود بذن بالغ الربا حيا لي نبغى المغلي لبضو ضوات صوابت كنتيني جوابتها بحيان نبي قال مغلي صلوات الله وسلامه عليه وأرنيا الدون مجري إلهي أسجود سبحانه وتعالى إلا رفع الله بها درجة إلا إلهي سبحانه وتعالى درجه كرء وقاده دنبقنا والله قترترا إلهي حقي سبحانه وتعالى سجود أسجود دنبقنا والله قترترا يا درجاتنا كرء وقاده لأن محايا لي سجود وحالة قفك وقلوا يها إلهي سبحانه وتعالى سؤال شاد إلهي ويدي ستانا لقابع علين ما يب قور النقطان ولا قاقس بجوابه شكي ماله ولذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره ويحي أرني رسولك أيان مقلي صلوات الله وسلامه عليه أرني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واختي قفك وقل لو يهي إلهي وقل له يهي إلهي ووقتك السجود سيه إن الإلهي سيقى القرآن كيرنا وقل شيئا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني محي أهيد قريب لو أنشها إلهي واسده سؤال شيء كنت مدبا وحي رهذا مفسرين توحي أهيد نمبا ويدي النبي عليه الصلاة والسلام عرائب وها سيقى أرنا يا رسولك الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه إلهي ميو إنه لو يهي سبحانه وتعالى وما آي ربانه على هذا الله يا ربي يا ربي بسواء النقف فوق يهي وأولا واقنا إنتون جواب رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي بسوء جواب فوق سبع السماوات يظل لقو أرانيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واختك وقفك إلهي وقل له يهي واختك سجود سيه مرخص النبي وحير عليه الصلاة والسلام فأكثر فيه الدعاء حتى يسيدها تهي واختك أدي إلهي وقل له ذهي بأي تهي مرخص سجود سنتهي دعاء ذا بضي أدي أدي إلهي وبره طبعي النبي قنا سيدها صوها صلوات الله السلام عليه حديث من عائشة يغير كذا أنا تلمامي هي صحيحة آدي يا دوحي أبذين جري بريض إلهي وقتك أسجد سيا محايا لو وقتك أقفك أقول له يا إلهي فقمن أن يستجاب لكم لفظك لا أرني وحال الله أركائن إلهي ذن أجيب سبحانه وتعالى مركب جوابته يسودك تكتب وحنو قاتا بريضا أن إلهي بريس سبحانه وتعالى أفر مد أمويا إما مركب إن هرى لغاسية أما ما هي دب دنب لغاسية دنيا ذن تتكنوش أما ما هي إن إلهي سبحانه وتعالى جنة بكو قصيه هو يحورنا يا حديث يقفك وحالك يا أبا مركع ماشي يسير لسيه يا عملك على لسينا يا مركز يقول ربي وحن أنا كمان نصمين حقي إيقا يمادين ما لين تسيدا يا سيدا هذا إلهي بريضي بريضي أن لقصيين واتن هدى لقصيه وقال لقو كيدي أما ما هو مصائب يا بلايا كلو قصو فوض الله إن إلهي كاقع عليه بريضا ندي إلهي بريسو وحلق يا أبا أمراض يا حنون بضن يا مصائب كليو وحبضن كوكوس السعودين إلهي كاقع عليه سبحانه وتعالى أذونا الله ذا دعاءً إلهي كبري أو ما هو اللقسي لكن إنعك لا لقاسي
هدي انت الدعاء للقصيو عذر ذا انا كوكو دعان كور ماي هدي لنا ندور رسيل لها تن إلهي نو دورتي بان دوران لاي يضو إيسا تهي مركا دعاء إلهي سبحانه وتعالى مرنا أن لغو خسارينين حي الحديث في كلا سلمان أي أدليله إن ربكم حيي كريم والربيين وقال لي حشود بضناء ديق بضناء وحوك حشود إلهي سبحانه وتعالى أدونك سقعمها أتاقي أن يردهما سفرا يقول مرة إنه كسع لي إلهي وكو أجيب يا قوري أحاتب سيدا درت إذا وقت قاد إلهي أقول له ذهي ما وقت قاد سجو سنته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجي وقت قاد سقع الدعادي بضي يرحمك الله دعادي بضي محايا لوقت قاين إلهي كو أجيب عن دعيك ريسا سجود مركوة وشيء إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري ومضي يهورانا صفات كوذي كمية هاي دي تلمامو هذي ومضن تلمان تيدي كمية هاي وشيء إلهي سبحانه وتعالى يعني مخلوق أولا وأمري هابهني آدم ها مركي ليري أبو ري أي الله سبحانه وتعالى أمر بحي وحي مركا أبو الراء وأها جيني ملائكة فقعوا له ساجدين سجودوا عليه فسجد الملائكة كل وسجودين لكن إبليس وسوتاقي وديدي إنه سجوده ما منعك مركي اللغيرين محيري أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لو مدن ويان قفك إنه سجودي لي ماذا وإلهي سجوده سبحانه وتعالى وإما إنه ديده حد إلهي سبحانه وتعالى أسجوده كو وهمثال كيسا نقونا إياه إنت مخلوقات إلهي أسجوده أقوه الرئيسة ملائكة أي طريق وضي الراعية حدو سديده إنت إبليس أقوه الرئيسة أي طريق وضي الراعية لابد طريق إياه وحسد حيا ملا سجود وتن إلهي وفري سبحانه وتعالى أمدن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وتلمانت إلهي وأمري سبحانه وتعالى كو أماني أمدن يضع إنجيل يتورين دساس أو قرنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم حليري ركع سجدا الله سبحانه وتعالى تلمامه أمديه ورن ساس الله تلمامه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة محليري يتلون كتاب الله أنا الليل إلا اللغس وختم وهم ساجدون يقول سجود سنة دنا. الله سبحانه وتعالى حالة يقول عسل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كسوغا أي أمر أمر كسي سجوده حيا لي عليس مروى البؤك هيستبع أسجد لله عز وجل مركت أي تيران يدع الدونك وكاكع لعيسى قلبك إلهي واسع بكرنك يا حلد أبو حميد النبي مركو مري عليه الصلاة والسلام سورة العلق أذكر نيسان اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة وإلهي أسود جي آيات كذا أبوه الرئي ولب مكي ويان ووحي عسب سوق النبي ومد أردن أي عذو كته مركو كوين مجرد عليس كوين نمالا تدكي شلي وذا أماني مانتنا وذا عاية وضد كاسي وليب أي كم ديهين ري عبد المطالب أذيرك أبي اللهب إن أنت قالك هدو ضد كالي هاي وحدن بيحان لي لكن هدو خوست هذا صواق على كور وأذيرك أباها الله شيء وكل هذا قال لهم اسكبر دافع عيدك له هدو سحسين هاي محاد ضد كيزي كوكعي سوام بالله هيا وحو لغو قبسنا يكمت إلى الله أسود جي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب عليس باهست لكن ربي وحيوري سبحانه وتعالى يظل النبي سوى سجود سن أبي جهل انتو سوق هذه من ديرتي وأسكي نبرك كسار لكن الله سبحانه وتعالى عليس كاسو إذل مركته سو إذل يضع أي حيسو وحكق هذه كري النبي عليه الصلاة والسلام مركته أي الله تلمام وحى ليرك لا لا تطعه واسجد واقترب أطيع مرنبة
جروب كاسي أهيان وسيدا سيرة نوقتهم استجوا تيو يريا يا قاضي أو أمر كيسان لقو سو قاضي أهي مركا النبي عليه الصلاة والسلام حرج بكسونا إلهي بوسو جوسين هاي بيت كيسي بوشوغا حتى أنا قال دي هالقاسي أقوش ريان أبي جهل ولا هي يا قاضي كريه من نرسي حوله نفك اللقوق عليه ريه بالإقشان يا نبرك كساري كريه والله سو قاضي يلا كساري يا كقاضي كره إدك قاضي كر تعمله أبي جهل وما يشوف فنيه وحالة حرج وح حرج كأي عريس كقاضي كره الدون حويان إن دي الله أسجدي سبحانه وتعالى عريس كسكر إن ما قبصنا ينو النبي عليه الصلاة والسلام حالة دي اللباد عريس الدون أصوف ولو وحيت حالة دي أي سود دقتي سورة دي يذون مكي كأهيد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلى آخر كذا وذكرنا إنسان واقع يكسو دقتي هي حالة النبي أكسبنا عليه الصلاة والسلام آدو حقوبة هنا النبي عليه الصلاة والسلام دجن نفتي ساعة يتن مسلمين عليز بذن باهستي ما كذب الفؤاد ما رأى يذو قريشي أي إدقال كا كجرته أي هبينك إلا الدهلمي وصول لابتي الإسراء والمعراج بار دعي وكشيكي بين بكسي قادين يدقال عليز بذن باهستي لكن إلهي سبحانه وتعالى في آخر الصورة محل يرى النبي عليه الصلاة والسلام أمر محل قسي إنه سجود صلوات الله السلام عليه إنه سجود أمر لقسي لذلك أيان أركينا حتى أنبياء على مركة لقصة والرمي إلهي أقول نعمي سبحانه وتعالى النبي النمذ أقول نعمي لقصة بالله بالنبي الله نوح إلى أي النبي الله محمد لسوقاره إن إلهي أسجودي سبحانه وتعالى إلهي نعدي في سورة مريم قصدي معروف كاهي سجود مركة وحويا شيء إلهي سبحانه وتعالى قفك هدوبة صدو وكربة أدونك قاذية قرب إلي دوانش النبي قنه إلي صلوات الله والسلام عليه ولذلك هي إعجاز الصلاة مركة يكون رمي وحي رهدان قفك أنتو تاقن يا هاي وحي يرهدان كهرباء يا مسكح ذي سككح ما إلكترونيك بولي وحكلي يا كقاضي كري وامركو لولكو كسجود سجود لولكو ماذا حدق ايو ضنبكي يوحي كل شيء ماذي حيسا هل قاسي كقب حيا حديث النبي قانا الدليل صلوات الله السلام عليه وحديث صحيح هو يا شيخ ناصر وحكو صحيح يا ليا في صحيح الترغيب والترهيب النبي قير عليه الصلاة والسلام ودقوبانيسان صلاة ديبة تكانيسان إلهي وإذن كل قياء إذن كل قبو جينيا حتى نسيدي أسوكرة إلا شنتي صلاة ضدبة حديث أبو هريرة في صحيح مسلم النبي وحورني صلاة الله السلام عليه كم مثل صلاة دينا يتهي وبمرية هرت هذا قرقا قرتيس وقفك وكو قبيسان يا شنمر إلى آخر كي النبي يرى عليه الصلاة والسلام هل يبقى من ذرنه شيء يعني من وسخي وفشان مرقى بيسنة يمالين تيوح أسكك يوسخ مياك وقول لي كركيسي مايا فذلك مثل الصلوات الخمسة يمحو الله بهن الخطايا تاسي واشان تصلاة ذوت وكلويا إلهي أكون ميري سبحانه وتعالى وحي ذنوبي معاصيها إذن قفك ونظيف كيف هدي صلاة دي سيدة سهيد أتسيب تستمرك وحقوه الرقفك ميزانك الله صار وصلاة سيدة النبي نوشيك عليه الصلاة والسلام مرك الله مريه ميزانك ومربح بالله سارة أقوه الرية أعماش مرك أقوه الرية وصلاة دوية حتى صلاة دادو هكاكتو وحكتن بيان واسكها هكاكيا ولذلك هي النبي عليه الصلاة والسلام أمر كسي حديثك سحابك جليلك هي حديثك لبا ولبا كثرة السجود أعني على نفسك يقول كالمين نفت هذا معنه ما أها وحسهلا إيغو كالمين نفت هذا بكثرة السجود أما ما إيغو قرقاري كرتا
إن أي نفط هذا لطي ما دو سجود ربضا ما شاء مرك سؤال شيء ما نساوي هاي واجبات كوي نقرنا واحد يديني رواتبتها واجب كراعانا واحد يديني والله بيه تمرق عدد سوما سيد النبي قال نوشيق عليه الصلاة والسلام سيبادي أفري تمرق عدد كليك سيبادي أدي أبضت وحويان سيديدي تمرق عدد أو أه لبيه تمرق عدد أينو نقاني أفر ظهر كهرية أفر كدام بيه الله بزيادة كوا لقدر إياه أفري تمرق بين قنيسة رحم الله إمرأة صلى قبل العصر أربع نقدر سيديدي تمرق عدد إنت وحكا بدن قفك هدو تكدو وحن نقنيسة سلاة الليل كأوكالي ضحدي أوكالي ما حددنا. ولذلك سلف هذه الأمة وحي أهيان وكو عمل فالحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إن صوت المان ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه إمام أحمد وكالي رحمة الله تعالى عليه وحل قصوا النقلية مرة قاركوت سيدوي الكيس وورنا يا عبد الله ابن أحمد وحيتو كنجري سدح بقول أورك عدد بل في ترجمة زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وحل قوري إنه تكنجر إلى شن بقول أورك عدد مرة قاركوت أعني على نفسك بكثرة السجود وأنا مقام واسع أهويا سلف هذه الأمة آدي أدنى معروف أقوها ينوح لكو بكرمة سؤال شكال إيمان إذا وحيت هاي أيهما أفضل طول القيام هي كثرة السجود وأه إن أن رقعتك لي عاور لم تكت هكناده وأني راهضو سورة البقرة سيد النبي كالسقناة عليه الصلاة والسلام سورة النساء سورة آل عمران ركعة واحدة إنه كنت كذي ركعة واحدة إيو إنه قفكو مروا البابا إنتو سوى أخرستو هذا نسوى سجودة سوى ركوع سوى سجودة كيف فضلي بضان عبد الله مبارك رحمة الله تعالى عليه أولا ويديه كما في سنن الترمذي وحورنا إيه لبا مدن ويهن قفك إنه يهي قف قارئة وقرآن كي حفظيه وحن أجعل هاي بير قفك إيساق إنه طول القيام هدي لكن أين أنت أهين كثرة السجود جمعا بين الأدلة يظل جمعين أي أدلة ذي حي لي نبي عليه الصلاة والسلام صحابي إيساق إيه ويديستي مو دوان شهي سجنده وحكو أمري أوسي كويري أعني على نفسك بكثرة السجود نبي عليه الصلاة والسلام مجاورة ذي سي قرب جيسا أحياء بضن بالغقارة تاكل يا ما وها كم بدا النبي عليه الصلاه والسلام وحيا بها لغغارو كثره الصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم هي حسن الخلق كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولغغارا فان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم علي صلاته كواني يقول لو حق مجلس كمال انت قيامه وحويان كوين يغسل لغا بضل كوهويان واللغو قال أحاديث تكسو أررتين وحلكو بكريما آدي آد بأترى بذيه النبي عليه الصلاة والسلام الله بتصد سلقي سنة فوائدي سوي بضانت همي قن إيه كربضان كوهيسا والله قا قادي دنبقا قنا والله دافي النبي عليه الصلاة والسلام جوار بضلان نقونيسا آد بأو بذيه وحديث وهو الدليل في سنن الدارمي وسنن في سنن الدارمي والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا وحورني رسولك عليه الصلاة والسلام يا وحو أها هبينك ثلث كيس مركو بحه قال ذي المدينة ميت دواقة يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه يا أيها الناس اذكروا الله والهي إلهي حسى ضدوا إلهي حسى إلهي ذكري سبضي الله مربكوع العليني جاءت الراجفة تتبعها الرادفة الراجفة وحلو لجد وآخر ذي الرادفة نواء الدنيا ذي آخر ذي ويتمد يضد بقى ليس أدونك وما لنتظر لطيبة قريبة دياروته
inaan go kulan baad dhimanaysaa qofka haduu dhintana aakhiradiisii waa bilaabatay جاءت الراجفة آخر وين سوق بش تتبعها الرادفة يدو دبق ليس أدونك جاء الموت بما فيه قردين ويتمد يدو هوش هذه وضعت هاي القرآن كيد محيه وجاءت هي سكرة الموت بالحق النبي عليه الصلاة والسلام مرض إيسا قتر تري لذتك قعنت استقوا له إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات قيرد السكرات بالله ذا سكتر تري صلوات الله والسلام عليه جاء الموت بما فيه هوش سوته نبيك عليه الصلاة والسلام هدو انت يري أبي بن كعبة وحي روحا كئر الرسول كي الله أنقو وحن لي هاي وقتي أنكو قصليه صلق النبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي ما يقان كدقا ربع كور أفر ميرضو ميل وقتك أن سمستي نبي حكير عليه الصلاة والسلام ما شئت فإن زدت فهو خير انت أدون تكلك هدت كزيادي سنة كعبا وقسي في عمبا قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير نصكي هدان كلك كور سادونتو يال هدان كب زيادي سيد بكاقا خير بضنبا قلت الثلثين كورا سدح ميرضو الله بو ما شئت وإن زدت فهو خير ساتونت هذا كبدي سنك عقباسي خير بدل قلت إذن أجعل لك صلاتي كلها وأختي جيجا أردم با وأكوكو صلينا يا صلاة دي سيهدور لما يستو صلاة الليل كاهي أنت صهرت النبي وكو صلينا يا صلاة الله السلام عليك لكن جوابت اللي سيها وحيا هاي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك همك قلنا والله قا كافينا يا الله لو يحكم رجلنا يلون والله قا قاضي أما أدون هالنقطة يعني قفكم وأدون إذا كنا ولي هاي أما أدون هالنقطة أما آخرها النقطة والله قا قاضي يا همك قلنا الله لو يحكم رجلنا يا ويغفر ذنبك ذنبك قلنا والله دافي إذا وحكم تهاي سيدوك له وحيابها اللي قاريو لوان شاه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة بل كلما أتكس اللي سيد النبي عليه الصلاة والسلام إساقا كار ردينيه حتى ملائكة كار ردين مايا إساقا كار ردينيه على الطول حيال حديث باجري في عبد الله بن مسعود لقوريني في سنة كيسونا صحيح يهي وحورني رسولك عليه الصلاة والسلام إن من أفضلكم يوم الجمعة مالمه النوحة وقفض لك بدا مالنت الجمعة ذاويان فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ومنه وفيه أخرج آدم بالله أبوري جنة ذا اللقلي جنة ذا اللقى صوصاري سعد قيامها نوحي لعيسى مالن جمعة فأكثر فيه علي الصلاة صلاة دادي وصل للنسان بضية مالنتا مركاسة نبي حير عليه الصلاة والسلام قف أنا قاعد أقول لي يا مجرو إلا رددت عليه وأكرر الدنيا صحاب هذا ويديون وحي كورا ذان وكيف ذاك يا رسول الله وقد أعرمت وقد بليت لفظك لنا سيود عيسى تار رسولك يا الله وأذيقه أو أبو ركعنا يا بابا أيبا رسول النبي كورا عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الأرض أجزاد الأنبياء إلهي وكحرم يقولك صلوات سبحانه وتعالى أجزاد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين إن جرك أنبياء ذا إنا يعنتو بل إسكبر داف أنبياء ذا ألي الضوما ذا إلهي ونوناكسن بين عنين قد قراني سان قصة ذي أصحاب بدر تضوات سنة كدب إيا ماشي كو أصنعين داد سكسو ساري يقو سيدو ذي بل هدى لقيا بإنينو أركنو قفك هدو ربكين أطيعه حلاشا نقوته واجهك ربنا اللي ماذا وحك الربين كفوك للك وكحشوني معوني ووحلا أركي ويان ووحلا أركي وأه يقين وحلا شكينا يما وحلا ينجو ما أنت ينجو نين أركين إذن نبي عليه الصلاة والسلام كثرة صلاته وحين نقطة سبب من أسباب قربه صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له كم إذا حسن الخلق
inuu ognahay akhlaaqda wanaagsan watan ilaahay uu ku amaanay nabigiisa sallallahu alayhi wa sallam nabi walba wax lagu amaanu laha laakiin nabiga waxa si khaas ah loogu amaanay wa innaka la'ala khuluqin adheem haday saatahay marka aad buu inuu amri jiray sallallahu alayhi wa sallam hadith sahabadiisa uu amriyay anagu dhan inuu amriyay hadith abi dhar iyo معاذ بن جبل لبض وحي رهدي النبي عليه الصلاة والسلام وحنقو يري اتق الله حيثما كنت هيه. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا كوا يقول له حق مجلسك وكوا أخلاق ذا ونكس لكن أحاديث صورنا مركات في ريسيد لمد ماها حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي أين كبل الله بني حيالي حديث كاوحو لي هاي أسألك مرافقتك في الجنة كون لكن وحويان أقربكم مني مجلسا مجالس الجنة ذا حتى ينقصه ومضوا إن كل قد النبي عليه الصلاة والسلام مدبئين من بوجر سندونا كوا يقول لو دوحا كم إذا كوا النبي صلاة دي سبدية أما كوا أخلاق ذا ونكس كل لكن والرفيق وي وكدوية وصاحب ويان وحلقوا قاري كرمرك وحويان حديث ربيعة إنه جوابي وآه النبي يقول له صلوات الله وسلامه عليه أو غير ذلك قلت هو ذاك قال أعني على نفسك بكثرة السجود هذا تادوني سيد إنا تقارتي يقول كالمي نفت هذا كثرة السجود سجود بذن يقول كالمي وقف كينو إلهي بريه سبحانه وتعالى ثم أسجودي سي أما صلاة سي بذيو صواب أنقو نيسى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ونسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.